معايا على الهواء مباشرة دلوقتي مداخلة غاية في الأهمية مع الأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبيا. أستاذ أيمن أهلا وسهلا بحضرتك. أمير ازيك، أخبارك إيه؟ أخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. مش عارف أبارك لك على صفقة محمد حمدي ولا المفروض نبارك لنادي الزمالك، أنت بتشوفها إزاي؟ أنت عارف يا أمير، أنا دايما بحب في حاجاتي أو إجراءاتي بيبقى الفايدة من الجانبين، بس كل واحد من رؤيته. يعني تبارك لي على رؤيتي، رؤية التطوير والاستثمار في فعلا احد اللاعبين المهمين عندي، وتبارك لنادي الزمالك مكسبهم خدمات محمد حمدي اللي ما فيش حد هيختلف ان هو اكيد اذا ما كانش افضل باك ليفت في مصر هو من افضل الناس اللي موجود. اكيد ده امر واضح جدا، وعلى المستوى الفني بصراحه ما شاء الله لاعب مهم جدا. لكن البنود اللي كنت بتكلم فيها من شويه هي بنود غايه في الاهميه، لكن اهم بند هو عايزين نفسره من خلال حضرتك للجمهور اللي ممكن ما يكونش فاهم البند ده، اللي هو اولويه بيع مش احقيه شراء. البند اللي هو بتاع ان الزمالك لو بيرفض، هو 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 الوردنج بتاعها اولويه حق الشراء، اولويه حق الشراء مش اولويه شراء وخلاص، اولويه حق الشراء دي يعني بتستلزم آليات معينة بيني وبين نادي الزمالك. أيوة. عشان نخش أصلا في الأوبشن ده. بدايتها اللي هي إيه؟ بدايتها إن أنا لازم أبعت جواب رسمي لنادي الزمالك أقول لهم إن أنا وافقت على بيع اللاعب بمبلغ كذا لنادي كذا بشروط كذا. إذا أنا بعت الجواب ده، من هنا يبقى ليه دور نادي الزمالك. تمام. إنه يخش ياخد اللاعب بنفس القيمه ونفس الشروط بنفس العرض اللي جالك. انما انا لو ما بعتش الجواب مفيش حاجه، يعني الفكره كلها مرتبطه بامبي. يعني نادي امبي مش ملزم يبعت الجواب ده لنادي الزمالك في حال تلقي امبي بعد الموسم الاعاره ده؟ ممكن 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 يجي لي عرض انا ما يعني ما يناسبنيش اصلا. ما بعتش جواب. يعني اولويه الشراء دي في العادي ان جه عرض مثلا ب 200,000 دولار بنادي الزمالك يقول لي انت جالك عرض ب 200,000 دولار احنا هناخد الولد. لا، الفكره مش كده خالص. الفكره ان في شرط اساسي في الموضوع، ان نادي انبي وافق على المبدا بتاع القيمه دي. فابتدي امنح نادي انبي اولويه الشراء. طبعا. نادي انبي اللي طيب يمنح الفكره. ممكن اسالك سؤال عشان نوضح اكتر للجمهور، لان الكلام كله دلوقتي على البند ده تحديدا. لو جه عرض، بس علشان الناس مش واخده علينا. ايوه بالظبط، انت بتعمل حاجات جديده بصراحه. والله ولا حاجات جديده، هي كلها محافظه. بص يا امير، بس هي شطاره. لا والله للامانه انا عايز اقول لك على حاجه. انا قلت قبل كده، عشان لازم كلامي هتلاقيه كله لما تيجي تراجعه هتلاقي كله ماشي مع بعضه. اوكي. انا قلت قبل كده إن محمد حمدي احد النجوم اللي احنا شايفين ان هو هيصدر الفكره بتاعه الكواليتي بتاع قطاع الناشئين بره. فما جالوش عروض مناسبه. وانا قلت ان هو مش هينتقل لنادي مصر. وعلى فكره هو مش انتقال، الاعاره ليست انتقال. الإعارة هي فترة أخذ خبرات وتسويق بطريقة معينة. وده اللي أنا عملته مع نادي الزمالك. يعني إنبي أعار اللاعب لنادي الزمالك لتسويقه. طبعًا لتسويقه. فكرة إنبي فكرة تسويقية بحتة. عشان كده قلت لك إن إحنا أنا كنادي إنبي اتبارك لي إن أنا بعمل الاستراتيجية بتاعتي وبحققها من خلال نادي الزمالك. واتبارك لنادي الزمالك إن هم هيستفيدوا بخدمات محمد حمدي. فالمباركات بجانبين متبادلة وفقا لرؤيه اكيد كل اداره، كل طرف. طبعا. طيب السؤال بقى اللي كنت عايز اساله لحضرتك دلوقتي، مثلا يعني جه عرض لمحمد حمدي بعد نهايه موسم الاعاره مع نادي الزمالك ب 500,000 دولار مثلا، فبالتالي بعد نهايه مده الاعاره احقيه البند اختفى، خلص خلاص. بعد نهايه مده الاعاره البند اختفى، يعني اللاعب بيرجع خلاص بغض النظر بقى. يعني بعد كده لو جه عرض بعد الاعاره تخلص ونادي الزمالك قال لك طب انا عايز استخدم البند، اولويه حق اولويه الشراء انتهى بانتهاء الاعاره. امال هي تتفعل بس اثناء المده، اثناء الموسم طبعا. اثناء الموسم. يعني جاله حاجه في يناير او جاله حاجه في شهر ثلاثه او في شهر، انما اولويه حق الشراء مده الاعاره. لا يعني خلاص نفهم الكلام ده ان مصير اللاعب في ايد انبي في كل الاحوال.
لا لا، هو كده كده مصير اللاعب في ايد انبي، ده شرط، ده شرط واضح. لان الناس دايما تقول لك احقيه الشراء ان ممكن النادي اللي معاه اللاعب اعاره يروح مفعل بند شراء، ده مش موجود. لا 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 لا، ما هو ده كان يعني ده شرط واضح عندي، ده مش هنتنازل عني اكيد. تمام. طيب المبالغ، ممكن البعض بيتكلم على ان انبي هياخد مثلا 1,000,000 جنيه لو الزمالك فاز بالكونفدراليه، الارقام المره دي قليله شويه، 300,000 جنيه على كل دور. انا يا امير والله مش عايز اتكلم، لان يعني انا مش عارف برضو، انا مستغرب جدا ان انا عارف احنا كنا بنعمل العقد، عايز اقول لك ان احنا لسه ما مضيناهوش اصلا. ولقيت السوشيال ميديا معاه، يعني مستغرب جدا من الفكره. يعني لا لا، ثواني بس، عشان النقطه دي مهمه يا استاذ ايمن. يعني انتوا بتتفقوا كنتوا لسه ما مضيتوش، ولقيت ان السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن بنود التعاقد. ايوه طبعا دي حقيقه، ايوه طبعا دي حقيقه. ازاي طيب؟ طبعاً. دي غريبه دي. انا ما اعرفش، انا بقول لك عشان كده ما بحبش. بص، في يعني في برضه من ضمن الحاجات اللي موجوده ان احنا بنحترم، يعني في لعلمك العقد بتاع محمد حمدي في شروط كتير جدا، وفي يعني بخلاف الشروط اللي طلعت دي كتير جدا. ما حدش طبعا بيتكلم، يعني احنا دايما بنحترم التعاقدات دي، يعني عارف بتبقى في حاجات خاصه بالنادي المعار ليه، وخاصه بالنادي اللي عايره، وخاصه باللاعب نفسه. تمام. يعني فاهم قصدي؟ فالواحد بيبقى متحفظ المفروض على الحاجات دي، يعني ده الاحترافيه. لكن يعني طالما ان هي انتشرت على السوشيال ميديا، فعندك اي تعليق؟ بص، ما عنديش تعليق، يعني مش عايز اتكلم في ارقام، انما خلينا نتكلم على المبدا ان في بنفيتس في مشاركه الولد. ايوه في بنفيتس في مشاركه الولد. اوكي. في بنفيتس للكونفدراليه. ايوه في بنفيتس للكونفدراليه. تمام. واخد بالك؟ في حمايات، في حمايه بطريقه معينه للاعب بتاعي. في حاطط حمايات للاعب بتاعي، ودي حاجه مهمه طبعا، علشان انا اللاعب بتاعي ده لاعب يهمني جدا، وفي مستقبل النادي، فلازم وانا ببعته النادي بقيمه نادي الزمالك الكبيره ان انا احط له شويه محددات تحمي النجم بتاعي. اكيد. ودي المفروض يعني من الاحترافيه اللي الناس تقدرها يعني. طبعا. ففي اشتراطات في النص كده، لا مهمه جدا كانت تتعمل. اكتر من الكره انتشر. المصريه. ايوه، اشتراطات جديده على الكره المصريه. ما ينفعش تقول لي واحده منها من الحاجات الجديده دي؟ مستحيل. احترم ذلك، احترم ذلك جدا. احترام للاعب بتاعي طبعا، واحتراما لنادي الزمالك. احترم جدا كده في الحقيقه. طيب بالنسبه ان الزمالك هياخد 5% كنسبه استثمار اذا مظبوط. تم بيع اللاعب، ده حقيقي؟ ده بعد انتهاء الاعاره حتى، ولا ده خلال برضه مده الاعاره لو في عرض تاني وصل؟ بص 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 يا امير، علشان انا برضه تاني راجل بتاع اداره واجراءات وارقام، وبعرف اشوف احلل الموضوع كويس. ليس من العدل وليس من المنطق ان انا اخلي ال 5% بتوع نادي الزمالك ينتهوا بانتهاء الاعاره، لان الفايده اللي الولد خدها من مشاركه نادي الزمالك لازم تمتد شويه. فهمت. فهي ممتده ل 5% لغايه فبراير، سوري، يناير 2026. اوكي، يعني بعد نهايه العرب 6 شهور. ايوه، وده حق نادي الزمالك، لان كويس. هو هيبقى مساهم بجزء كبير في تلميع الولد في الفتره دي. طبعا. اذا الولد طلع انا اتصرفت فيه بعد الفتره دي، لا، دي هتبقى اضافه انبي من جديد، او اضافه النادي اللي هيروح له بعد كده. تمام. يبقى نادي الزمالك ملوش حق. مفهوم. طيب اتفاجئتوا بان مفيش عروض من اوروبا جت للاعب رغم ان انتوا كنتوا مخططين لكده كاداره؟ لا خالص. انا عايز اقول لك على حاجه يا امير، برضه الناس فاهمه غلط. جت عروض من اوروبا، بس انا دايما العروض اللي بتجيلي ببحث فيها بطريقه معينه. اوكي. واكدت تاني مره ومره واثنين وثلاثه، احنا كان في يناير نادي سوتشي الروسي ده اللي كان جاي منه عطيه الله، يحيى عطيه الله لاعب الاهلي الحالي. ده النادي ده كان عامل اوفر لمحمد حمدي في يناير، وانا ما طلعتوش قبل يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله جه مكانه يعني كان الاولويه في سوتشي هو محمد حمدي. طبعا. أوكي. طبعا طبعا أوكي. طبعا.